أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي المهدي كشبور. سيد مهدي مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا. نعم، بداية السيد مهدي، يعني كلنا سمعنا ما جرى بالأمس في مدينة بنغازي من حادثة وجريمة اغتيال المحامية حنان البلعصي، كيف تعلق على ما جرى؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا سيدي الكريم، يعني ليس كل محامي هو ناشط حقوقي، وليس كل ناشط هو ناشط حقوقي. صحيح المغدورة هي ناشطة وهي محامية، ولكن ليست حقوقية، هي من أنصار خليفة حفتر، وبالتالي إصباغ وصف حقوقية عليها يعني يضيع قيمة هذه يعني الدرجة. عموما هذه الجريمة جريمة جبانة، بالتأكيد من يرتكبها هو جبان، بغض النظر عن صفة المغدور أو يعني دورة، ولكن القتل خارج القانون وبهذا الشكل الجبان والبشع هي جريمة يعني مستمرة لم تتوقف منذ إعلان خليفة حفتر عملية الكرامة، وهذه العمليات مستمرة ولم تتوقف أبدا. كانت في وقت سابق يرتكبها خليفة حفتر وأعوانه، ويتم اتهام بها ظلما وبهتانا ثوار بنغازي إلى أن تمكن خليفة حفتر، واليوم أبناء خليفة حفتر يرتكبوا هذه الجرائم على مرأى ومسمع من جميع أهل بنغازي للأسف، دون يعني خوف من أي رقابة أو من أي ملاحقة، لأن يستعملوا أدوات القمع لإسكات الأصوات. اليوم بعد يعني هناك أكثر من جريمة ارتكبت في السابق وبحق نساء، يعني السيدة سهام سرقيوة عضو مجلس النواب، وهنا الأستاذ حنان البلعصي، واليوم هناك معلومات وردتنا، وعلى أنا على اتصال شخصي مع بعض النشطاء في مدينة بنغازي أكدوا أن وردتهم استدعاءات من قبل الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية. أيضا هناك معلومات وردت باختفاء اثنين من الناشطات في مدينة بنغازي، وبالتالي هذه الآلة القمعية تستهدف إسكات أي صوت يحاول ولو ينتقد خليفة حفتر، وحتى وإن كان من أنصاره، من أنصار خليفة حفتر ومن مؤيديه، ولكن مجرد النقد أصبح جريمة في مدينة بنغازي، وأصبح جريمة لا يحاكم عليها القانون، وإنما تحاكم عليها العصابات الإجرامية التابعة لخليفة حفتر. كنا يعلم أن الأستاذة حنان البلعصي كانت توجه نقد لاذع لأبناء خليفة حفتر بسبب توسع تدخلهم في الحياة اليومية، وبالتالي وكان لها تسجيل في اليوم الذي يسبق الغدر بها، ويعني ولا يخفى على أحد أن صدام حفتر أصبح لا يتورع في سفك الدماء وسلب الأموال وخطف الناس وحجز حرياتهم بدون حسيب أو رقيب. هذا يؤكد أن لم تقوم مؤسسة عسكرية في المنطقة الشرقية، لم تقوم مؤسسة أمنية، لا يوجد أصلا مؤسسة دولة سوى يعني لطالما كانت المغدورة بها تتحدث عن الفساد أو فساد المسؤولين في الشرق الليبي ولم يتعرض لها أي أحد، ولكن عندما انتقدت ابن مجرم الحرب حفتر صدام ونجله أيوب تم اغتيالها في مشهد على مسمع ومرأة من الجميع، كيف تفسر ذلك؟ نعم، هذا بالتأكيد هي رسالة من صدام حفتر لكل من يحاول أن ينتقدها، إن من ينتقدني سوف أقتله، وأنا لا أرتدع ولا أخشى من أحد. وحتى يعني آلية القتل، ثلاث سيارات تحاصر مرأة يعني بدون سلاح، يعني بغض النظر عن دورها، بغض النظر حتى عن الاختلاف معها، ولكن قتلها بهذا الشكل بشع والجبان، ثلاث سيارات بأكثر من 40 إطلاقة، يعني هذا ربما تواجه به جيش، مش مرأة في وسط شارع من أكثر الشوارع الحيوية في مدينة بنغازي، شارع 20، شارع تجاري، ربما كان يصاب به مدنيين، ويبدو أن من فعل لا يهتم بأرواح المدنيين ولا تعني له شيء.
نعم. سيد مهدي، يعني برأيك مسلسل اغتيال النساء الناشطات في بنغازي إلى متى سيستمر؟ نعم. يعني خصوصا وأنه في السابق وصل إلى سهام سرقيوة عضو مجلس النواب والآن إلى المحامية حنان البرعصي، إلى متى سيستمر هذا المسلسل؟ نعم سيدي كريم، جرائم الاغتيال مرت بمراحل. في الأول كانت يتم تنفيذها بشكل سري ويتهم بها الخصوم السياسيين، والمرحلة الثانية عندما تمكن خليفة حفتر أصبح ينفذ بعض العمليات في بعض النشطاء ويتم إخفائهم بدون أي رسالة أو بدون معرفة من الجهة التي قامت باغتيالهم لإسكات الأصوات. اليوم بعد سيطرة خليفة حفتر وأبنائها على مدينة بنغازي وشرق الليبي بالكامل، أصبحت الجرائم ترتكب علنا، ولا يستحي من يرتكبها من أن يرتكبها، بل يهدد ويصرح بأنه سوف يقوم بكذا وكذا 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 ولا يرتدع. وبالتالي أنا أتوقع أن تزيد وتيرة هذه الاغتيالات، بل تزيد في بشاعتها، وربما يتم حتى يعني إنشاء ميدان للتصفية أو ما لذلك لردع باقي الأطراف ولردع باقي النشطاء حتى لا ينتقدوا. مجرد الانتقاد خليفة حفتر أن يرتضوا هذه المعيشة الذلة ويسكتوا عنها وخلاص. ما لم يقم أهل مدينة بنغازي بوقفة جادة ووقفة جماعية تجاه هذه الممارسات وهذه المخالفات عندها يعني لا أمل لمدينة بنغازي بأن تقوم من جديد. نعم. ما لم تتحد اليوم مدينة بنغازي وتنفض عنها هذا المجرم سوف تكون الأيام القادمة للأسف يعني أيام قاتمة. وهذا يؤكد يعني أن العبث الذي يتم اليوم في سرت وفي تونس لن يؤتي أكله ولن يثمر طالما خليفة حفتر لا زال موجود في المشهد. لن تقوم لليبيا قائمة ولن تتحد مؤسسات ولن نبني دولة. نعم، شكرا لك سيد مهدي كشبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.